الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس برئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات الاقتصادية العامة خاصة فيما يتعلق بحجم الاحتياطي أو احتياطي البلاد من النقد الأجنبي اللي وصل للمرة الأولى منذ عدة سنوات إلى 26.3 مليار دولار، وده أصبح يعني بيغطي إلى حد كبير احتياجات مصر من الواردات لمدة 6 شهور مقبلة. يعني نعرف المزيد معانا على التليفون الدكتور إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أعتقد خبر كويس جدا إن يوصل الاحتياطي النقد الأجنبي عندنا في البنك المركزي ل 26.3، وده طبعا رقم ما سمعناش عنه من 2011. شايف الرقم ده يشير إلى إيه؟ هل فضل. خبر هائل طبعا، وده من اهم نتائج التعويم ان نصل الى بالاحتياطي الى هذا المستوى، علما بان مستوى الامان في الاحتياطي المصري من 25 الى 35 مليار دولار. احنا كده دخلنا في حد ده كان 2010 او اخر 2010 او اخر 2010، واحنا كده في حد الامان 25 مليار دولار. احنا فوق حد الامان بشويه، يعني هو من 25 مليار الى 35 مليار ده حد الامان. طب ده مؤشر لتحسن الاقتصاد ولا يعني في البعض قال ان ده مش مؤشر لتحسن الاقتصاد، لكن ده لعدة عوامل منها ان في تحويلات. التحسن في اكتر من جانب، فده مؤشر للتحسن صلابة الاقتصاد، انه تماسك الاقتصاد، يعني مش هاجي اتزنق في السلع الاستراتيجية او استيرادها، لا محتاج استورد بالطلبة، لكن ربحية الاقتصاد لسه فيها شغل كتير. سرعة دوران رؤوس الاموال اظن يعني الطبيعي انها تواجه مشكله بعد التعويم، لكن بتتعالج وتتعالج كويس ان شاء الله. نسبه الاعتماد على الواردات يعني نسبه الصادرات والواردات اللي هو ميزان التجاره المصري ده بيتحسن كويس جدا. خد بال حضرتك، صادرات السنه اللي فاتت زادت بمليار والواردات قلت ب7 مليار، يعني اجمالي الوفره 8 مليار تقريبا. تمام؟ ما زلنا محتاجين نشتغل على ده اكتر، اللي هو سرعه دوران راس المال وتخصص راس المال، انه ما يبقاش في التجاره والاستيراد تحديدا لكن يبقى في الصناعه والانتاج، ده الاهم. بالتاكيد الصناعه والانتاج، عشان كده عايزه يعني استثمر وجود حضرتك معايا واسالك على انخفاض الدولار بشكل كبير، يعني بنتكلم في جنيه في كام يوم. في ناس برضو قالت ان ده مؤشر لتحسن الاقتصاد، وفي اخرين قالوا لا ده انكماش، ده بالعكس دي حاجه مؤشر خطر. لا شوفي شوفي، هو طبعا هيكون انكماش. خدي بالك اصل انكماش من ايه؟ احنا كنا في انهي نقطه عشان نقول انه انكماش؟ احنا كنا في نقطه اصراف استيرادي. يعني حضرتك لما تبقي مثلا واحد بيدخن 4 علب سجاير في اليوم، فبقى يشتري علبه واحده سجاير، ما نسموهوش انكماش، نسميه تحسن في حالته. يعني هو طبعا انكماش في مبيعات السجاير، لكن في تحسن في صحته، في تحسن في وعيه للانفاق، ما بقاش. احنا كنا حضرتك اكيد فاكره كنا بننزل الشارع نشوف كميه البضائع التركي والصيني اللي ماليه الرصيفه، انا كنت بشوفها دولارات مرصوصه على الرصيف كلها ايه؟ توك وشباشب وحاجات. بس احنا دايما نبص لتحسن معدل تحسن الاقتصاد او مؤشر تحسن الاقتصاد في الانتاج، يعني احنا ده في الانتاج وفي الاستثمار، الاستثمارات الاجنبيه او الاستثمارات حتى المحليه. ده العصب بقى، وده اللي لسه الحقيقه الانتاج بدايته بتاخد شويه وقت. خلينا نقول حاجه مهمه، وانا بكلم حضرتك من واقع السوق بقى مش نظريا. العديد من المستوردين خلال بعد فتره التعويم النهارده بيفكروا، بيقول لك طب انا خلاص مش عارف استورد، سعر الاستيراد غلي قوي، طب ما اعمل مصنع واشتغل في مصر. يا ريت. بس لا كتير، انا اؤكد لك، انا باكد لك، انا من السوق وباكد لك ان ده بيحصل دلوقتي، كتير منهم بيفكروا كده، لكن مصنع ده ما بينشاش، مش بقول مصنع يبقى بكره اشوفه، لا ده بياخد فتره على ما يعني هنشوف في ميل للانتاج بدل الاستيراد دلوقتي. ده دور بقى المجموعه الاقتصاديه في الفتره القادمه. جزيل الشكر دكتور ايهاب سمره الخبير الاقتصادي، وبناكد مره ثانيه ان تحسن معدلات او مؤشرات الاقتصاد لازم بالعمل بالانتاج بالاستثمار، وده دور المجموعه الاقتصاديه في الفتره القادمه، وان شاء الله نشوف التغيير قريب الوزاري.